السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون. نبدأها بالعناوين. أطراف المشهد السياسي في موريتانيا تستأنف اتصالاتها من جديد تحضيرا للحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. الإعلان بالجمعية الوطنية في نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في موريتانيا. تأهل الشاعر الموريتاني محمد وليدومو إلى الدور الثاني من مسابقة أمير الشعراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. شارك الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز في الدورة 17 لقمة رؤساء دول وحكومات اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل سيرس المقرر انعقادها اليوم في العاصمة المالية باماكو. وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد توجه إلى باماكو بعد أن أنهى زيارته لولاية تير الزمور والتي كانت آخر محطاتها مقاطعة بير مقرين، حيث زار المركز الصحي والمدرسة رقم 1 ومحطة لتحلية المياه بالمقاطعة. المزيد من التفاصيل عن زيارة ولاية تير الزمور نتابعه في التقرير التالي. زيارة الرئيس محمد ول عبد العزيز إلى تيرس الزمور والتي دامت لثلاثة أيام ينظر إليها المراقبون أنها تختلف عن زيارة الرئيس لولايتي الحوض الشرقي والغربي، فلئن صاحب الزيارة لتلك الولايتين الحشد الشعبي والتنظيم المحكم فإن تيرس الزمور علت فيها الأصوات المناوئة للرئيس وزيارته وسط استياء من بعض الساكنة بعد أن عاشت الزويرات عاصمة الولاية على وقع إضراب عمالي دام لشهرين. الرئيس واجتماعاته بممثلي عمال السنيم حاول تمرير رسائل بضرورة مسايرة العمال لواقع الشركة ووضعية أسعار الحديد العالمية والتي تشهد حاليا انخفاضا شديدا، عدا إشرافه على تدشين مشاريع في تيرس الزمور وتوزيع القطع الأرضية. في حديث للمراقبين أن الزيارة لم تكن بالمستوى الذي أمله أنصار الرئيس الموريتاني، والذي يبدو أنه قد واجه في تيرس الزمور معارضة أذلجت صدور معارض الرجل الذي حافظ على أسلوب زيارته بعدم الحديث الإعلامي أو إعطاء تصريحات في الزيارة للداخل، وهي الزيارة التي لم يستطع المراقبون فك شفرتها بعد مع ظهور الدعاية الرسمية بأنها زيارة اطلاع وتفقد. استأنفت أطراف المشهد السياسي الموريتاني اتصالاتها تحضيرا لعقد جلسة مرتقبة لم يعلن بعد عن تاريخها، وذلك بعد تعثر عرفته مساعي الأطراف خلال الآونة الأخيرة وعزاه بعض المتابعين إلى مستوى تمثيل أحد الأطراف. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. أطراف المشهد السياسي في موريتانيا بصدد استئناف اتصالاتها تحضيرا للحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام بعد تعثر شهدته محاولات اللقاء خلال الآونة الأخيرة. آخر مظاهر التعثر كان تأجيل جلسة كانت مرتقبة بين وفدي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ووفد النظام والأغلبية الحاكمة لنقاش ممهدات المنتدى للدخول في الحوار المرتقب، تأجيل فسره الكثيرون على أنه اعتراض على مستوى تمثيل المنتدى بالمقارنة مع وفد النظام الذي يترأسه الأمين العام للرئاسة الموريتانية. أجل اللقاء إلى أجل غير مسمى، وأكد قادة المنتدى في تصريحات لهم ثقتهم في الوفد الممثل لهم وحرصهم على عدم تغييره، معتبرين أن ذلك ليس من حق الطرف الآخر الاعتراض عليه ولا المطالبة بتعديله. اليوم تتجدد الآمال لدى الأطراف وتستأنف اتصالاتها من أجل عقد جلسة تمهيدية لنقاش الممهدات التي يتقدم بها المنتدى للركون إلى الحوار، ممهدات يعتبرها بمثابة امتحان لمدى جدية النظام في الحوار المرتقب عنه في الحوارات السابقة.
والتي يقول إنه لدغ من نفس الجحر خلالها مرات عدة، لكن الآمال المتجددة بأن تخطو الأطراف خطواتها الأولى نحو حوار دعت إليه وعبرت عن استعدادها له يشوبها مستوى من الحذر بشأن إمكانية العودة إلى مربع التعثر من جديد، طالما ألا أرضية ثقة مشتركة بين هذه الأطراف. كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي ووفق مصادر من داخلها لم تتلقى بعد اتصالا بشأن المشاورات الجارية تحضيرا لعقد جلسة أولية، ولم تدعى أيضا في الجلسة التي كانت مرتقبة وتم تأجيلها، ما أثار حينها موجة امتعاض كبيرة داخل أحزابها وأعلنت رفضها لما سمته الإقصاء. فهل يستطيع فرقاء الساحة السياسية في موريتانيا تجاوز الخلافات والجلوس على طاولة الحوار من جديد؟ وهل إن حصل ذلك يتوقع أن يختلف الحوار الجديد عن باقي الحوارات السابقة؟ ومعنا في الاستوديو محمد فالو البلال الأمين الدائم للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أهلا وسهلا. مرحبا. لأن استئناف الاتصال تحضيرا وتمهيدا لقطع خطة جديدة باتجاه الحوار السياسي، إلى أي حد يتوقع أن تختلف عن المحاولات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نأمل أن تختلف عن المحاولات السابقة لأنها تأتي بعدها، بالتأكيد أنه الأطراف ستكون قد استخلصت تجربة وراجعت نفسها وتبصرت وتعقلت في الموضوع أكثر، ولذلك بعد التعطيل الذي حصل في الأسابيع الماضية ها هما الطرفان الآن يتقاربان من عقد جلسة بعد التأجيل الذي حصل. إذن هناك تعقل، هناك تبصر، هناك تراجع عن خطأ، هناك تصحيح، وهناك أمل على هذا الأساس لدينا جميعا في أن هذه الجلسة تكون فاتحة عهد جديد لحوار بناء وجاد ومسؤول ثنائي بين المنتدى والحكومة، تمهيدا لحوار وطني جامع واسع يشمل كل قوى المعارضة الأخرى والقوى الوطنية الفاعلة. هل عقدتم هل حددتم موعدا لعقد جلسة أولية؟ ما طبيعة الاتصال الذي أجريتم والطرف الآخر حتى الآن؟ الواقع في الأمر هو أنا أستغرب سرعة تسريب هذا الموضوع إلى الإعلام، ولا أدري حتى الآن من أين أتى هذا التسريب، لأنه حتى الآن لا موعد تحدد يعني بصورة نهائية، والمشاورات ما زالت تمشي بين الطرفين، وبالتالي الأساسي هو أن مبدئيا حصل الاتفاق على أن الوفدان سيلتقيان إن شاء الله على أعلى مستوى، يعني على المستويات التي أعلن عنها من قبل، بمعنى وفد المنتدى برئاسة الأستاذ محفوظ البتاح بصفته رئيسا للقطب السياسي، والطرف الآخر برئاسة الوزير الأمني العام لرئاسة الجمهورية السيد مداوي محمد القذف. هذا هو ما حصل حتى الآن. التوقيت الموعد بالتحديد ما زال يجري حول التشاور لم يتحدد بعد، وبالتالي أرجو وأمل في هذا المستوى من الإعلام منكم أن ترشدوا المشاهدين والمستمعين إلى ما يخدم قضية الحوار ونجاح الحوار، وأن يحصل من التروي في إعطاء الخبر ومن أخذ الخبر من مصادره الصحيحة والمعلومة. طيب، هذه الجلسة المرتقبة على كل حال إذا تم عقدها ستخصص لنقاش، هل ستخصص لنقاش الممهدات التي تقدمتم بها للركون إلى الحوار؟ نحن الوفد، وفد المنتدى مخول له كامل الصلاحية في أن يبحث ما يريد. مبدئيا وبشكل عام ننظر إلى الجلسة كجلسة تمهيدية لمناقشة الممهدات التي يتقدم بها المنتدى واستيضاح
مدى الاستعداد ومدى الجدية لدى الطرف الآخر لمواصلة المسار. لكننا على يقين، وهذا اليقين يتقاسمه كل أطياف المنتدى، أن حاجة البلد إلى حوار، إلى أن يتحاور مع ذاته حول مشاكله لرسم حلول توافقية لكل القضايا والمشاكل المطروحة على الساحة، أن هذا الإيمان وهذا الاقتناع يحدو الطرف الآخر والأطراف الأخرى حتى تنجح هذه العملية. طيب، لا تعتقدون أن الممهدات التي تتقدمون بها من أجل دخول الحوار قد تعرقل مسار الحوار قبل أن يبدأ، خصوصا أن الطرف قد يعتبرها شروطا قبل أو شروطا تحت مسمى ممهدة؟ أنا أقول دائما، قد قلتها هنا من استديوكم هذا، إن الحوار هو عملية ازدحام عقول ومشاريع مختلفة وآراء مختلفة، والحوار يأتي دائما بحقيقة ثالثة، ليست حقيقتي أنا مطلقا ولا حقيقة الطرف الآخر مطلقا، وإنما حقيقة ثالثة نتقاسمها ونلتقي حولها. هكذا هذه الفلسفة وهذه الرؤية هي التي تقودنا نحن، وهي فلسفتنا على طاولة الحوار. الحوار ليس مكابرة وليس معاندة وليس مغالبة، لا غالب فيه ولا مغلوب، وإنما الكل غالب، لأن سنخرج بالحد الأدنى من التوافق البلد في حاجة إليه. طيب، بعض المتابعين يرجع التعثر الذي طال المحاولة السابقة في عقد جلسة بين وفدكم ووفد النظام والأغلبية إلى مستوى تمثيل وفدكم على هذه النقطة، هل تعتقدون أن ذلك كان فعلا السبب المباشر؟ النقطة هي مستوى تمثيل وفد المنتدى. لا، أنا لم أبلغ أبدا من الطرف الآخر بعدم رضا عن مستوى التمثيل، أقولها بصراحة وربما أقولها لأول مرة. اللي حصل هو أن الطرف الآخر لأسباب تتعلق به هو اللي يسأل عنها قرر تغيير تشكيلة وفده. ذلك التغيير الذي كان بمثابة، كان يعني بالنسبة للمنتدى يترجم نوع من التراجع أو خطوة إلى الوراء، وبالتالي أدت إلى تأجيل. نعم، إذن محمد فهل والبلالة الأمين الدائم للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا جزيلا لك. أعلن في مباني الجمعية الوطنية بالعاصمة نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة، الذي يهدف حسب القائمين عليه إلى التمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية والانحياز إلى فئات المجتمع الضعيفة. وبحسب قادة الفريق الجديد، فإنه سيكون رافدا فعالا ومساندا تشريعيا نشطا لمختلف الأنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى ترقية واقع حقوق الإنسان في موريتانيا. لجنة برلمانية جديدة لحقوق الإنسان والحريات العامة أعلن عن انطلاق أنشطتها في مباني الجمعية الوطنية بالعاصمة نواكشوط. شخصيات حقوقية وطنية عديدة غابت عن حفل انطلاق هذه اللجنة، فيما حضرت شخصيات حقوقية وازنة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية دولية. اللجنة الجديدة تهدف حسب القائمين عليها إلى تحقيق المصلحة العامة والتمسك بالثوابت الوطنية وبالحفاظ على الوحدة الوطنية والانحياز إلى فئات المجتمع الضعيفة، كما ستكون رافدا فعالا ومساندا تشريعيا لمختلف الأنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى ترقية واقع حقوق الإنسان في موريتانيا. نحن في الهيئة الوطنية للمحامين مستعدون على كل حال للمشاركة معكم في كل نشاط يتعلق بحقوق الإنسان. هذا الصرح الذي يحتاج إلى العمل من طرف الجميع، يحتاج إلى العمل من طرفكم كسلطة تشريعية، يحتاج إلى العمل من طرفنا كمحامين نعيش يوميا الخروقات. الهيئة الوطنية للمحامين ثمنت هذا الإعلان مرحبة باللجنة البرلمانية الجديدة، وعبر نقيب المحامين عن استعداد الهيئة للتعاون مع اللجنة بما يحقق التكامل بين دور السلطة التشريعية وبين الدور الرقابي لهيئة المحامين. ولأن الديمقراطية تقوم على أساس السيادة القانون،
والتي تعتبر بدورها قاعدة ضمان حقوق الحريات، فإن ضمان الحقوق والحريات والتعبير العملي عمد احترام حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان أصبحت اليوم مطلبا سياسيا واجتماعيا وشعبيا يتبناه الجميع. إطلاق اللجنة البرلمانية الجديدة التي تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع تجدد الحديث بشأن الاسترقاق ومخلفاته في موريتانيا، وبعد سلسلة فتاوى وبيانات وتصريحات أثارت جدلا واسعا شارك فيه فقهاء وأئمة وأحزاب سياسية مختلفة. ومعنا في الاستديو نائب المدير والبنى رئيس الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان، أهلا وسهلا. سيد نائب، لماذا فريق برلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان في هذا الظرف بالذات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة. نحن نعتقد أن تشكيل فريق برلماني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة أنه ضرورة تمليه الدور الأساسي للمؤسسة التشريعية اللي هي مصدر تشريع القوانين، مصدر تشريع النصوص. بالتالي ظهرنا عن تأسيس فريق برلماني لترقية حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه أيضا ضرورة في الوقت دي فيه العديد من التجاذبات داخل الساحة الوطنية حول قضايا أساسية لحقوق الإنسان. بالتالي ظهرنا عن تشكيل فريق لحقوق الإنسان لأنه مسألة أساسية لطرح مقاربة وطنية شاملة لقضايا حقوق الإنسان داخل البلد بشكل عام. هل هو اعتراف بوجود تقصير على المستوى التشريعي فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان في موريتانيا؟ لا، ليس اعترافا بوجود تقصير، بقدر ما هو اعتراف بوجود إرادة جادة للتقلب على جميع مشكلات حقوق الإنسان. بهاللي في الأسابيع الماضية تم المصادقة على تعديل وإلقاء القانون 2007 اللي خاص بالرق، وتم طرح قانون جديد سيعرض على البرلمان في دورته 2007 القادمة. مسألة أخرى مالية عن حقوق الإنسان، عنها مسألة دائمة تشمل جميع مجموعات جوانب الحياة المهمة. بالتالي ظهرنا عن تشكيل فريق لحقوق الإنسان عنه مسألة استراتيجية لمواكبة قضايا حقوق الإنسان، لأنها ما مرتبطة لا بزمان ولا بمكان ولا بظرفية معينة ولا تخص حد عن حد، لأن يعني حقوق الإنسان مفهوم شامل، وإدخال كثقافة البلد بحاجة له والرأي العام بحاجة له للتعاطي مع القضايا بشكل يختلف عن الشكل السائد، لأن بالشكل السائد في الساحة الوطنية. ما الدور الفعلي الذي ينتظر أن يؤدي هذا الفريق طبعاً هذا الفريق سيحرص أولاً، وكيف قلنا في إطلاق أعمال اليوم، على الحرص على الجانب التشريعي، على جميع النصوص والاتفاقيات الضرورية لترقية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، على أنها دور تناقش إن شاء الله ونعمل عليه نتصادق عليه الجمعية الوطنية. المسألة الأخرى هو توسيع دائرة المناصرة لقضايا حقوق الإنسان محليا ودوليا. المسألة الأخرى أيضا هو مواكبة هذه خارطة الطريق اللي صادقت عليه الحكومة وبالاتفاق مع المكتب الدولي، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومراقبة تنفيذها. إذا ظهر لي عن وجود فريق برلماني على أنه يشكل إضافة نوعية وإضافة أساسية لذين قالوا قضايا حقوق الإنسان في البلد بشكل عام. بشكل عام كيف تقيمون الوضع الحقوقي الآن في موريتانيا؟ نعتقد أن الوضع الحقوقي في موريتانيا يعني في تحسن. هناك بعض النصوص اللي كانت خاصة خصوصا وكان فيها نقص، خصوصا المتعلق بقانون المجرم، قانون الرق وقانون التعذيب، وهذه سمعت المرة الماضية وفخامة الرئيس في افتتاح والله حفل السنة القضائية قال عن هذه النصوص ستعرض على البرلمان في دورته القادمة. بالتالي ظهرنا عنها تشكل إضافة نوعية، وظهرنا عن أن قضايا حقوق الإنسان تحتاج لتحسن مستمر، والمنظومة القانونية في البلد بشكل عام تحتاج تحسن مستمر وتطور دائم. مهم عنا قطعنا خطوات كبيرة وما زالت خطوات، نحن عندنا خطوات ما زالت سنعمل على التجاوز إن شاء الله تعالى، غير انقطعت خطوات مهمة وما زال الطريق قدامنا. ماذا عن تقييمكم للخطوات والأساليب النضالية حاليا؟ الخطوات طالنا عنها كانت خطوات أساسية جاءت أكثر يتم فعل إرادة سياسية عند الأغلبية الحاكمة في البلد وعند رئيس حكومته
به اللي هذا هي خارطة الطريق اللي صادقة عليها الحكومة اللي تضمن خاصة مثلا بالرق الإشكال المعصرة للرق وملف الإرث الإنساني وملف ظاهر لأنه فهم فهم معالجة لقضايا حقوقية أساسية قضايا قانونية مهمة وقال عنها التعاطي معها بشكل إيجابي عنه كان أساسي ومهم ولأنه فهم تحسن يعني الترسانة القانونية هذا هو اللي هنا عملوا عليه إن شاء الله تعالى أنا ذلي منها قال نعملوا على أنه يصادق عليه في الوقت المناسب واللي يالله يخلق عليه تعديلات نفكروا فيه واللي يالله تدخل عليه التحسينات وما اللي يبارك معه ظهرنا عنها فهم إرادة حقيقية والأهم إن شاء الله نعمله هو نشر ثقافة إدخال ثقافة حقوق الإنسان في سلوك المواطن الموريتاني في سواء في الممارسة وفي التفكير وحتى لأننا نعمل عليه إدخالها في المناهج التربوية في المستقبل إن شاء الله تعالى بنا اللي بحاجة لها لأن الخطأ هو ربط حقوق الإنسان بجانب واحد لأن هي مكونة كبيرة ما تتعلق إلا بقضايا مثلا نحن نختصروها في بعض القضايا نختصروها في قضية الرق ولا مخلفات ولا قضية التعليم لا هي حق الإنسان حقه في العيش الكريم حقه في التعليم حقه في المال حقه في حياة كريمة حقه في الصحة هذه حقوق أساسية. طيب لوحظ في الآونة الأخيرة تشكيل فرق برلمانية في مجالات مختلفة ما تفسيرك لذلك مختصر؟ طبعا هذا دليل على نشاط العمل البرلماني في البلد وهذا مؤشر إيجابي بهلي البرلمان هيئة تشريعية مهمة عندها دور مهم عندها دور سياسي ويلا تعود في الطليعة في توجيه المواطنين وفي تعطيرهم بالتالي ظهرنا عنه دليل على أن فهم فعالية في العمل البرلماني وهذه فرق برلمانية متخصصة وذلك نتيجة الحراك الوطني والنشاط تشهد الساحة الوطنية. نعم إذن النائب المدير والبنى رئيس الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك. انتخبت رابطة قدامى ومتقاعدي الجيش في موريتانيا خلال مؤتمرها الأول الذي عقدته صباح اليوم بنواكشوط مكتبا وطنيا جديدا وقد أعيد انتخاب رئيس المكتب السابق العقيد نيانغ عبد العزيز لمأمورية ثانية. في يوم 24 مارس 2011 تم الحصول على الوصل رقم 69 المتعلق بالأرصدة العمادية لرابطة قدماء ومتقاعدي الجيش الوطني عمران وفي يوم 16/5/2011 خلدنا بحفل مهيب مراسيم تدشين مقر منظمتنا المتمثل في ترسيخ انطلاقة أنشطتها وبعد مضي 4 سنوات من العمل حصل ثمة صعود وترسيخ لا يستهان به واليوم في نهاية مأمورية المكتب الوطني أصبحت رابطة عمران واقعاً حقيقياً فعالاً يعمل بلا هوادة من أجل التغلب على التحديات العديدة التي تواجهه اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال ملتقى حول التخطيط لحالات الطوارئ في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية شارك فيه العشرات من الخبراء والفنيين الموريتانيين والأجانب وناقش الملتقى الذي استمر يومين الخطط والآليات المناسبة لمجابهة حالات الطوارئ فيما يتعلق بأمن السفن في موريتانيا. إن الهدف الرئيسي من تمرين المحاكاة الذي قمتم به خلال اليومين الماضيين بنجاح هو اختبار مدى جاهزية واستعداد الهيئات المختصة على مواجهة الأخطار الأمنية البحرية كما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتحديد الأدوار في التعامل مع الحالات الأمنية ومعالجتها. أيها السيدات والسادة يكمن سر نجاح هذا التمرين في المستوى المهني والفني العالي للمشاركين والمؤطرين فلهم منا كامل الشكر. تأهل السينمائي والشاعر الموريتاني محمد ولدومو المشارك في النسخة 6 من مسابقة أمير الشعراء إلى الدور 2 من المسابقة بعد حصوله على نتيجة تصويت بلغت 92%. وحسب اللجنة المشرفة على حملة دعم ولدومو فإن حوالي 40,000 صوت صوتت للشاعر من موريتانيا وصوتت له 4,000 من دولة الإمارات. ومعنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشاعر محمد ولي دومو. محمد بداية هنيئا بالتأهل إلى الدور 2 من مسابقة أمير الشعراء، كيف كان شعورك وأنت الممثل الوحيد لموريتانيا في هذه المسابقة؟ شعوري كان مزيجا من الثقة بالنفس والإحساس بثقة بالحمل، الثقة بالنفس لأنني
أمثل بلدا معروفا بالشعر والشعراء، وأنني أمثل أيضا تجربة الشعر التي أثق فيها جدا، وإحساس بثقل الحمل لأنني وأنا الممثل لموريتانيا المعروفة بالشعر والتي خاض منها شعراء كبار عظام غمار هذه المسابقة وأبدعوا وأمتعوا، أجدني محرجا أن لا أكون بقدر المستوى وأن لا بقدر الثقة التي وضعها في الموريتانيون على الشعر. حمد، ماذا عن المرحلة القادمة؟ متى وكيف ستكون طبيعتها؟ المرحلة القادمة المفروض بعد أسبوع تبدأ المرحلة الثانية التي لست بها أشارك في الحلقة الأولى منها والثانية والثالثة، لأنها ثلاث حلقات. طبيعة سيكون في خمس شعراء من خمس دول يتنافسون من أجل أن تربع لجنة التحكيم أو تؤهل لجنة التحكيم أحدهم، وواحد فقط تؤهله أصوات الجمهور ليدخل ثلاثة يوزعوا المسابقة. إذن المرحلة القادمة ستكون المهمة أصعب وستكون التحدي أصعب وأقوى. إذن ماذا تقول لجمهورك في موريتانيا وخارجها؟ لا يقول جمهور موريتانيا سعيد بي، على أني فرحان عن موريتانيين ما أخذوا بالشعر وأنهم داموا كاملين أيد واحدة من أجل وقوف راية كممثل موريتانيا وكممثل الشعر. لا يقول شكرا للوطن لموريتانيا، شكرا لكل الإعلاميين الموريتانيين بما ذلك المرابطون طبعا وبما ذلك القنوات المستقلة والقنوات أيضا القنوات الحكومية والإذاعات والصحف المستقلة والمواقع الإلكترونية ومدونات ورواد التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشكر أيضا الجالية الموريتانية هنا في أبي ربيع أو أبو ربيع على قول، والجاليات في كل دول العالم الموريتاني الموجودين في الخارج. طبعا سيكون شكري كبيرا 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 وعميقا وعظيما لأعضاء اللجنة الوطنية أو الحملة الوطنية لمناصرتي، كل الأصدقاء الذين ينضون تحت لوايا، كل الإعلاميين، كل السينمائيين، كل الفنانين، كل شخص تحققت عليه أن يصوت لأجلي. أعتقد أنني عندما أفتح قائمة الشكر لا يمكن أن تنتهي مطلقا، لذلك أكتفي بكلمة واحدة وهي شكرا لكل من آمن بي أميرا الشعراء وما زال يؤمن بهذا الفيلم. جميل. إذن الشاعر الموريتاني محمد لدموع المتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة أمير الشعراء بالإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا. نهاية النشرة مشاهدينا وقد تابعتم فيها. أطراف المشهد السياسي في موريتانيا تستأنف اتصالاتها من جديد تحضيرا للحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. الإعلان بالجمعية الوطنية في نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في موريتانيا. تأهل الشاعر الموريتاني محمد ولدومو إلى الدور الثاني من مسابقة أمير الشعراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. دمتم في أمان الله.